بتقولي إيه عن مشوارك مع الفن؟ أنا عشت الفن بحلاوته، عشت الفن بجماله، عشت الفن للفن، وكان فيه فن وكان فيه احترام وكان فيه كل شيء عظيم. إنما الأيام دي لأ. لو قلنا بقى لما بتبقي قاعدة رايقة في البيت كده وحابة تدوري حاجة من حاجاتك الحلوة كده، سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح، إيه أكتر الأعمال اللي شخصيا بتمتعك كده وتحب تتفرجي عليها بصراحة؟ أشوف هو مش لي أنا بس، يعني أنت ما تقدرش مثلا تنسى ليل الحلمية، ما تقدرش مثلا ما تتفرجش على رأفت الهجان برغم أنه تعاد كتير، ما أقدرش ما أتفرجش على الشهد والدموع، ما أقدرش أتفرج على المال والبنون يعني ما أقدرش ما أتفرجش على أفلام فاتن حمامة كلها، على جميع أفلام. عندها فيلم اسمه الحرام، من أخطر ما يمكن، من أخطر ما يمكن ومن أعظم ما يمكن. مثلت في الأنام الست، انت عارف طبعا الشخصية اللي الناس دلوقتي بيتعروا وبتاع، عملتها جدا واحترام للجماهير قبل ان يكون احتراما لشخصيها، بدون اي ابتذال او عري اطلاقا للأسف، وبتوصل يعني بتوصل لك، فده شيء عظيم 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 عظيم. بتفرج على التلفزيون، كنت على الافلام الابيض، بتفرج بقى على مسبيرو زمان، ان احنا عايشين عوال عليه دلوقتي على طول، انت ما تتفرجش اللي عليه، وعلى العظمة بتاعه المذيعين والمذيعات والممثلين والبرامج اللي كانت بتتعمل فيه. لما تظهر الحال كده بشكل غير طبيعي هتضحكوا عليا، بس انا مش عايزاكوا تضحكوا عليا. انا بقيت اتفرج على الافلام الهندية. هتقولي ليه؟ اقولك للثنائيات اللي احنا اتحرمنا منه، المناظر الخلابة اللي احنا اتحرمنا منه، الاغاني والدويتهات اللي كانت بتتعمل، قصص الحب الجميل، قصص الحب الحلو، وبعدين من واقع البيئة بتاعتهم بيوروك ايه ده. انا ما كنتش افهم ان الست بتدفع للراجل فلوس عشان يتجوز، احنا عندنا الراجل هو اللي بيدفع الفلوس للست. واحد يسافر الهند بقى فورا. بس طبعا طبعا فرصه يا جماعه، كله يسافر الهند بشكل غير طبيعي. وبتشوف على المستوى، على اكتر الافلام، ازاي كل فئه من الفئات لها حاجه. زي احنا زمان المجتمع يتكون من عده شرائح، الشريحة الكويسة، الشريحة الغنية، الشريحة المتوسطة، المطحونة، الفقيرة جدا، الفقيرة جدا، اللي ففي عدة حاجات كلها. هو نجيب محفوظ وصل للعالمية من خلال ايه؟ محلية، المحلية والواقعية والإغراق فيها، وبالتالي صور المجتمع اللي هو عايش فيه، مجتمعه بالصورة التي تليق به، ومع ذلك لم يشز ولم يخرج على أشياء معينة. أنت واخد بال حضرتك؟ فدي مهمة جدا جدا جدا، إنك أنت تبقى ملم قوي بالمجتمع بتاعك.